حياكم الله أحبتي المشاهدين. الهاتف والإنترنت هما عاملان أساسيان في حياتنا حالياً، وعلى الرغم من المميزات اللي يوفرها الهاتف إلا أنه يعتبر سلاح ذو حدين، يحتوي على إيجابيات كثيرة وعلى سلبيات أكثر. من السلبيات اللي يحتوي عليها الهاتف هو استخدامه أثناء قيادة المركبة، واللي هي يعتبر عامل أساسي في حدوث حوادث السير. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش هذا الموضوع المهم، وما هي سلبيات استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهل هناك قانون في العراق يحظر استخدام الهاتف أثناء القيادة أم لا، وإذا كان هناك موجود قانون هل هو مفعل ومطبق أم لا. تفاصيل كثيرة أكيد سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. الهاتف والإنترنت هما أهم اختراعات العصر الحالي، فقد أحدثا ثورة هائلة في جميع مجالات الحياة، وبسبب التطور الذي يقدمه الهاتف أصبح الناس مقبلين عليه يوميا بشكل غير طبيعي، مما أدى إلى وجود سلبيات كثيرة، حيث يرتكب السائقون خطايا أثناء القيادة على الطرق، ومنها استخدام الهاتف المحمول، وتعد من سلوكيات القيادة الخاطئة في الشارع. وأشارت عدة أبحاث إلى أن استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، سواء لإجراء المكالمات أو إرسال الرسائل النصية أو تفقد مواقع التواصل الاجتماعي، مشكلة آخذة بالازدياد. تشير معظم الوقائع والأرقام إلى أن المسبب الرئيس في الحوادث المرورية الخطيرة هو التخاطب عبر الموبايل أثناء القيادة، إذ يشتت انتباه السائق، مما قد يتسبب في الخروج عن مساره أو تدهور السيارة أو الاصطدام بسيارات أخرى وعرقلة حركة السير. وحسب مختصين، ضرورة تكثيف الحملات التوعوية التي تعد الجناح الآخر مقابل تغليظ العقوبات على أن تستمر عن طريق برامج وخطط استراتيجية واضحة، مع تشديد الرقابة المرورية وتغليظ العقوبات للحد من الكثير من الحوادث الناتجة عن تخطي السرعة المنصوص عليها قانوناً، خاصة بالطرق السريعة التي لا تحظى بكثافة مرورية على مدار اليوم. هواتف السير موجودة بكثرة في العراق، ويومياً نسمع عن حادث سير موجود سواء كان على الطرق الخارجية أو الطرق اللي تكون داخل العاصمة أو داخل المحافظة نفسها، ودائماً نلاحظ أنه تضج وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الحوادث وهذا النوع من الحوادث، وتكون بعض الحوادث هي لأسباب غير معروفة وبعضها أسباب معروفة. والأسباب الأكثر والحقيقية واللي عملت على زيادة احتمال حدوث الحوادث بصورة أكبر، بالإضافة إلى الطرق ممكن تكون هي وعرة أو تكون هذا الطريق هو لا يحتوي على إنارة كافية، أو هذا الطريق يكون ممكن بتحويلات وغيرها ممكن الساق ما يركز بها، لكن استخدام الهاتف أثناء القيادة هو يعتبر سبب رئيسي لحدوث الحوادث. تحديدا الأسبوع الماضي كانت هناك حوادث كثيرة وأكيد موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، تحديدا بطريق أربيل بغداد هناك حوادث لا توصف، و يعني أكثر حادث كان هو مؤثر هو 4 أطفال كانوا موجودين بسيارة، وهم يعني 4 أطفال انتهت حياتهم بالكامل بسبب سوء التصرف وبسبب استخدام هاتف، وممكن يعني سواء كان هو دي يحاول إنه يتعرف على الطريق أكثر أو كان هو باتصال معين مع شخص معين، فهذا ممكن هو يشتت الانتباه بصورة كبيرة، لأن معروف إنه السائقين اللي يستخدمون الهاتف أثناء القيادة هو راح يزيد من احتمالية حدوث الحوادث بسبب أنه هو يعمل على تشتيت انتباه السائق بصورة كبيرة، يعني السائق ما راح يلاحظ أو يركز بإشارات المرور، ممكن هناك مثل ما ذكرنا طرق وعرة أنه انتبه لها أكثر، ممكن هناك شخص دي يحاول يعبر الشارع من مكان إلى آخر، يعني هذه الأمور ما راح يقدر يركز بها قد ما هو مركز باستخدامه للهاتف.
وحسب دراسات، هناك دراسات كثيرة طبعا سنتناولها بحلقات اليوم، لكن أكثر دراسة هي أنه هناك احتمالية أنه اللي يستخدم الهاتف أثناء القيادة يعتبر تأثيره كتأثير السائق اللي هو يكون يعني تحت تأثير الكحول أو المخدرات، يعني بنفس الآلية بهذا راح يكون هو يقود السيارة بدون وعي وما راح يكون هو مركز بقيادته أكثر. هنا نحن نريد نركز على نقطة أكثر اللي هي أنه أنا مثل ما أنا أخاف على حياتي يجب أنه أخاف على حياة الآخرين، تحديداً السواق اللي يعني أصحاب التاكسي، أنه هم يستخدمون الموبايل بصورة مفرطة ولا يبالون بحياتهم ولا حياة الأشخاص الموجودين معهم بالسيارة، وحتى اللي يقود سيارته الشخصية أيضاً نلاحظ أنه يستخدمون الهاتف بصورة أيضاً مفرطة، وسواء كان اتصال هاتفي وحتى وإن كان استخدام الهاتف بدون استخدام اليدين أيضا هذا عامل أساسي يعمل على تشتيت انتباه السائق. يعني اللي نريده بصورة كبيرة واللي مغزى من حلقتنا لهذا اليوم إنه إحنا شلون نقدر نحد من استخدام الهاتف أثناء القيادة، لأن نعرف إحنا بوقتنا الحالي يعني أصبح الهاتف هو يعني نقطة أساسية وعامل أساسي بحياتنا ما نقدر نستغنى عنه. كبار وصغار لا يستطيعون الاستغناء عن الهاتف لمجرد ثواني، تمام؟ فهذا الموضوع يحتاج إلى توعية أكثر، يحتاج إنه إحنا نركز عليه وننشر الوعي إنه هذا موضوع جدا خطر، لأن مجرد إنه ثواني بسيطة هي تقضي على حياتك وحياة الآخرين. فالسؤال هنا شلون إحنا نقدر نستخدم الهاتف أثناء القيادة بصورة آمنة على الأقل، وتكون إنه استخدامنا ما يأثر لا على حياتنا ولا على حياة الموجودين ويانا. يعني شوف الجواب إحنا وياكم راجعين. مثل ما نعرف إنه الهاتف النقال يعتبر من الأجهزة أو من الأشياء اللي ممكن أن تأثر على دماغ الإنسان وعلى انتباهه وتركيزه. هذا التركيز والانتباه هو طبعاً واحدة من المشاكل أو واحدة من المؤثرات اللي ممكن تأثر على أي شخص يقود أي وسيلة نقل، سواء كان سيارة أو طيارة أو دراجة نارية أو أي أحد وسائل النقل، لأنه هذه وسائل النقل تحتاج إلى الانتباه والتركيز ومع التفاعل مع الشارع وما يحيط بهذا الشارع من أشخاص والسيارات أو أشياء أخرى. الهاتف النقال مثل ما معروف أنه يأثر على الانتباه وعلى تركيز الشخص وأيضا على تفاعله مع المحيط، لأنه أحيانا بعض الأشخاص يستخدم الهاتف النقال مثلا يضع أمامه حتى يشغل مثلا أجهزة الجي بي اس على مود أنه يندل بعض الطرق، أو أحيانا يستخدم الهاتف النقال للاستماع إلى الأغنية أنه ممكن يضع سماعة، وأحيانا يستخدم الهاتف النقال ويضع البلوتوث في إذانه يبدأ يتكلم هو باعتقاده أنه هاي الأشياء غير مؤثرة أثناء القيادة. لكن مثل ما نعرف تأثير الهاتف النقال على الجهاز العصبي واستخداماته لفترات طويلة ممكن تأثر على الانتباه والتركيز، مما يعرض السائق إلى خطر الإصابة ببعض الحوادث، وكذلك يعرض الأشخاص الموجودين في الشارع إلى حوادث كثيرة. وطبعا مثل ما نشوف ومثل ما نسمع أنه نسبة انتشار الحوادث، حوادث السيارات أو كل وسائل النقل، تكون النسبة عالية للأشخاص اللي يستخدمون الهاتف النقال أثناء القيادة، سواء باستماع إلى الأغاني أو استخدام الهاتف النقال بالمكالمات. لذلك هي ماكو وسيلة نقدر نقول أو نشجع أو ننصح بها باستخدام الهاتف النقال بأي شكل من الأشكال. يجب على السائق، سائق المركبة أو سائق الدراجة النارية أو حتى الهوائية، الابتعاد تماماً عن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة حتى ما يعرض نفسه ولا يعرض الآخرين للخطر، لأنه مثل ما قلنا ونكرر باستمرار أنه الهاتف النقال ممكن يأثر على الانتباه والتركيز، وكذلك حتى من زيادة نوبات العصبية والغضب أثناء استخدام الهاتف، خاصة إذا كان هو مثلاً يجري مكالمة أخرى مع أشخاص آخرين، ممكن مكالمة تخص العمل أو مكالمة تخص مشاكل عائلية، ممكن هذا الشخص يبدأ بالتفاعل مع هذه المشاكل ويركز مع المشكلة وينسى المحيط ماله. ومثل ما تعرفون أنه الشارع أحيانا يحتاج إلى تركيز عالي
أحيانا يحتاج اتخاذ قرار سريع، وأحيانا بثواني ممكن تعرض نفسك وتعرض الآخرين للخطر، ممكن يعني تدهس شخص ثاني، أو ممكن مثلا لا سمح الله يعني تعرض سيارتك للخطر من خلال حدوث الحوادث. وإحنا دا نشوف أكثر الحوادث لما نقرأ عنها ونسأل الركاب والأشخاص المرافقين، قال إنه سبب الحادث إنه كان يتكلم مع شخص آخر وأصيب بالعصبية، ما أدى إلى عدم انتباهه لوجود سيارة قريبة عليه وحدث الحادث لا سمح الله. فنصيحتنا لكل إخواننا وخواتنا عدم استخدام الهاتف النقال بأي شكل من الأشكال أثناء قيادة أي مركبة أو أي عجلة، ونتمنى للجميع السلامة والصحة. أحبتي المشاهدين، الموضوع لا يقتصر على استخدام الهاتف بإجراء مكالمة هاتفية فقط، الموضوع أكبر بسبب استخدام مثلا إجراء رسالة نصية أو تنقل بمواقع التواصل الاجتماعي من الفيسبوك وإنستغرام تيك توك وسناب شات وغيرها من المواقع الموجودة والكثيرة. هنا نشوف أنه أكو إدمان كبير على استخدام هذه الوسائل بصورة كبيرة، وهذه الوسائل هي عامل أساسي بتشتيت انتباه السائق، بسبب أنه راح يكون السائق يتنقل بين الصفحات هذه الوسائل، وبالتالي ممكن هو يحاول يلتقط الصورة، ممكن أنه هو يوثق حدث معين، ممكن يصور ستوري خاصة به هو أثناء القيادة، طبعا ممكن يتصادف حادثة معينة ويحب أنه هو يوثقها ويصور الازدحام مثلا، او هو رايح الى مكان معين. يعني نعرف انه كثيرين والكثيرين يحاولون انه يصورون حياتهم بصوره كبيره ويتعمقون بالتفاصيل من اجل انه مثلا ارضاء جمهوره، سواء هذا الشخص كان هو مشهور او غير مشهور. وللعلم هو التقاط صوره ما تاخذ من وقته ثواني، او الستوري ما تاخذ من عنده ثواني، ممكن تصل الى دقيقه، لكن ممكن هي تكون الحد الفاصل بين الحياه والموت. يجب أنه ننتبه على هذه النقطة، جدا ضروري. حالة حدثت وياي شخصيا، كنت مستأجرة تاكسي من مكان إلى آخر. طبعا هذا صاحب التاكسي للعلم أنه هو سيارته يعني صغيرة وعلى قد الحال، قاد بسرعة كبيرة أولا، ثانيا هو استخدم جهاز الموبايل بالمراسلة على أحد التطبيقات، وكان تركيزه الأكبر هو بالمراسلة فقط. يعني كنا على طريق سريع محمد القاسم، كانت بجانب السيارة هي سيارة حمل كبيرة، والجانب الآخر سيارة يعني عالية حديثة. فهنا يعني أكيد الزبون راح يخاف، وأنا وحدة من عندهم كنت كلش يعني خايفة ومترددة من هذا الموضوع. جيت أنه أنا حاججت الشخص هذا السائق، فقلت له أنه ممكن تترك الموبايل حتى نركز بالطريق أكثر، وإحنا طريق سريع ونعرف أنه هذا الطريق ما يحب انه نركز بالموبايل قد ما نركز بالطريق اكثر. الشخص اصلا ما اهتم الي، وبالتالي انه قال انه انا مركز، انا مو جديد على السياقه. هذه النقطه جدا مهمه، انه انا مو جديد على السياقه، واني مو يعني انا محترف بالقياده ترى، واقدر اقود انا ومغمض. هاي التفاصيل اللي يطلقها السواق هاي جدا خاطئه يا اخوان، انه هذا الموضوع خاطئ. انت ما تخاف على حياتك، لكن اكو موجود اشخاص اخرين وياك، تقدر انه انت تتصرف بهذا التصرف. ممكن انه اثناء انه متركن السياره، او تقدر انه انت تستخدم هذا التصرف بعد ما انه توصل الزبون الى الوجهه اللي هو متوجه لها. يعني هذه النقاط، لكن مجرد انه انا حاولت اضغط عليه انه يجب انه تترك التليفون، خلاص انتهى الموضوع، او انا انزل من السياره، حاول يترك الموبايل، لكن بطريقه تكون هي انه انا حتى ما احكي. مجرد انه قدر انه يدز يعني فويزات، شنو الفرق انه انت تدز فويس او انه انت تقدر تتراسل او تلتقط الصوره؟ ما هو الموضوع نفس الشيء، يعني ما راح يتغير الشيء. وللعلم انه هذا صاحب السياره الحمل هذا، يعني نعرف انه احنا ببعض الاتجاهات هو ما يقدر يشوف السياره الصغيره، يعني هاي احتماليه حدوث الحادث اكبر. يعني وللعلم يعني انه هذا الشخص حاولت ويا اكثر من مره لكن ما استجاب،
اضطريت انه اني اترك السياره حفاظا على حياتي وحفاظا انه انا ما اسبب بحدوث اي حادث. للعلم انه احنا طرقنا خاصه في العراق وطرق بغداد نلاحظ انه يوميا اكو طريق جديد او انغلق طريق جديد، يعني انغلق طريق بسبب انه بعض التحديثات او تعبيد بعض الطرق او يعني هاي التفاصيل، او هذا الطريق يحتوي على صبات كونكريت او هذا لا ما موجود او هذا مغلق، يعني اكو تغييرات كثيره نلاحظها. هنا السائق مجرد يقول لك انا والله حافظ الطريق، صح انت حافظه، صح انه انت محترف بالقياده، لكن هذا يتطلب انه احنا ننتبه، ما نعرف شنو يصير التغييرات الجديده، لكن حفاظا على سلامتك وسلامه الاخرين ونصيحه لكل شخص يقود السياره، يجب انه ننتبه على هذه النقطه، نقدر انه احنا نوثق كل التفاصيل اللي احنا نشاهدها، نركن السياره حالنا حال اي شخص، ودول العالم ايضا موجوده هذا الشيء، نركن السياره، اسجل الستوري اللي اريدها، اتحدث مع الاخرين بالصوره اللي انا اريدها، وخلص انطلق الى طريقي، او استخدام الجهاز الموبايل اثناء الازدحامات والاختناقات المروريه ممكن تطول، اقدر انا التقط الصوره او يعني اتراسل مع شخص معين او اجري مكالمه هاتفيه. موضوع جدا بسيط، يعني انا هذه دقيقه اذا انا تاخرت عنها ما راح يحدث شيء يعني، لكن اللي راح يحدث اكبر انه انت ممكن تنتهي حياتك، ممكن انه تسبب لك يعني حوادث، تكون مثلا عاهه جسديه او تتمرض او انه انت تكون يعني بجروح بالغه، يعني تفاصيل كثيره ويتعمق الموضوع اكثر. فحفاظا على سلامتكم وسلامه الاهل يرجى ترك هاتف اثناء القياده، ومن اجل حياه ايضا الاشخاص الموجودين وياكم سواء كان اطفال او زبون او اهلك، فالسلامه للجميع ان شاء الله. طبعا من النقاط المهمه اللي يجب ان نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم، بعض التطبيقات موجوده حتى هي تدلنا على الوجهه اللي احنا رايحين لها، يعني مثل الجي بي اس، كثيرين يستخدمون هذا التطبيق من اجل الوصول الى نقطه معينه، وتحديدا اصحاب تطبيقات مثل التاكسي، تاكسي بلي، تاكسي كريم، والتاكسي الموجود الان، وهذه التطبيقات اللي اكيد وفرت الكثير والكثير للمواطن، لكن ايضا اعتمادها الاول والاخير هو على الموبايل واستخدامه بصوره كبيره. المشكله وين؟ المشكله انه اني اقدر انه اقلل من استخدامه بطريقه معينه، اكو بعض السواق يحاولون انه يلتزمون بالتطبيق بصوره كبيره، يعني انه اني من اركب مع هذا السائق خلاص هو يعني يتحاول انه يتوجه للطريق بكل حذافيره، انه انا خلص انت سائق محترف، انت لك وقت طويل بالسياقه وتعرف كل مناطق بغداد وسواء حتى كان محافظات، يعني كل محافظه او كل سائق محافظته يعرفون تفاصيل مدينته ومنطقته، فاني من اوجه الى نقطه معينه انت تقدر تتوجه لها بدون ان انه تشاهد الموبايل او التطبيق، تقدر انه تتوجه للنقطه اللي انت رايح لها، بالتالي من توصل المنطقه تقدر انه انت اثناء هذا الموضوع ان تستخدم جهاز موبايل حتى تصل الى النقطه المحدده بالضبط. هذا الموضوع ايضا خطر جدا انه احنا نستخدم هذا التطبيق بصوره كبيره، وانه نعلق حياتنا واماننا بتوصيل وجهه او توصيل الزبون الى وجهه اللي هو ذاهب له بصوره كبيره، وانه يكون خلص يعني امشي بهذا التطبيق بكل حذافيره. هذا ايضا خطر، راح اقول شلون. طبعا هناك دراسات اثبتت انه استخدام الهاتف اثناء القياده هو يزيد من احتماليه حدوث الحوادث 4 مرات اكثر من الوضع الاعتيادي، وهاي دراسه معينه ومعمول بها. اما جامعه هارفارد اثبتت الدراسات انه استخدام الهاتف والقياده معا هو عامل مسؤول عن 6% من حوادث السير، واللي هي سبب جروح بالغه او تؤدي الى موت حياه شخص بريء. وايضا هناك دراسه حيث اثبتت هذه الدراسه طبعا في الجامعه الالمانيه اثبتت انه استخدام الهاتف وان كانت بسرعه يعني منخفضه، انه انت تقود السياره بسرعه منخفضه وتستخدم الموبايل، هو ايضا خطر، يجب ان نحذر من هذا الموضوع، لان هذا يعتبر بالقياده العمياء اللي هي تكون اخطر اكثر من القياده بالسرعه وانت تستخدم الموبايل. هاي حسب دراسه الجامعه الالمانيه يجب انه ننتبه. البعض يقول لك والله انا اقود بسرعه منخفضه وما راح ياثر، وانا بداخل يعني مو على طرق سريعه اقدر انا استخدم الموبايل، ايضا هذا يعتبر مثل ما ذكرنا بالقياده العمياء، وايضا هو الموضوع خطر. وايضا هناك دراسات اثبتت هذا الموضوع اكثر، وذكرت انه ماكو علاقة بين حجم مهارتك وقدرتك، وانه انت يعني صار لك وقت طويل انه انت تقود السيارة، وبين انه استخدامك الموبايل وقدرتك على السياقة بصورة سلسة، انه هذا الموضوع خلص
اكو دراسة واكو قوانين واكو نظام انه هذا الموضوع يحظر وممنوع ان انت تستخدم الهاتف، لان بكل الحالتين هو خطر، هو موضوع يحتاج الى انتباه اكثر، يحتاج الى توعية، محتاجين تحديدا لشبابنا ولآبائنا وتحديدا امهاتنا واخواتنا اللي يقودون السيارة للأسف بسرعة كبيرة، وتحديدا اللي يتعلمون جديد، اللي البنات الشابات كثير من الحوادث نسمعها ايضا انه مرأة تقود هذه السيارة وخلص انتهت حياتها وانتهت حياة عائلتها، او هي تجازف وتطلع على الطرق الخارجية او تسافر من بغداد الى اربيل او اي محافظة اخرى، وانه هي متمكنة من قيادة السيارة. للأسف حوادث كثيرة وكثيرة تقود السيارة هي امرأة وتودي بحياتها وحياة عائلتها وأطفالها أو صديقاتها وغيرها، فمحتاجين الجهات المعنية أنه توعي أكثر، محتاجين أنه ننشر عن هذا الموضوع أكثر، محتاجين أنه نأخر شوية من استخدامنا، من نتعلق بهذا الموضوع نقدر أنه مثل ما ذكرنا نوثق بعض التفاصيل في وقت لاحق عودتنا إلى البيت أو ذهابنا إلى مكان العمل، ونقدر أنه إحنا نتحدث بصورة كبيرة أو نتصفح الوسائل التواصل أو نجري مكالمة هاتفية أو أي شيء آخر. يعني حتى مثل ما ذكرنا دراسات أثبتت أنه استخدام الهاتف حتى بدون استخدام اليدين، مجرد أنه أنت تشاهد الموبايل أو تسمع المكالمة أيضا هذا يشتت الانتباه. فيا أخوان محتاجين توعية، محتاجين أنه إحنا نحافظ على حياتنا وحياة عائلتنا. مشاهدينا الأكارم، إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع بقية البلدان، كثير من البلدان عملت على هذا الموضوع وعملت على تقييد أو حظر استخدام الموبايل أثناء القيادة، وبعض البلدان عملت على فرض غرامة مالية، أو البعض حاول أنه فرض عقوبة الحبس وغيرها من التفاصيل. بعض البلدان حاولت السيطرة على الوضع، وبعض البلدان لا، ما حاولت السيطرة وتعمل جاهدة أنه هي تضغط على المواطنين حتى يحدون من استخدام الموبايل. من البلدان اللي عملت على هذا الموضوع وأصبح هناك قوانين وحدثت بقوانين السير عندهم مصر. مصر بعام 2008 عملت جاهدة على هذا الموضوع وعملت على تقييد استخدام الموبايل وحظر استخدامه إلا بالحالات الضرورية، وكانت هناك عقوبة، وهذه العقوبة هي غرامة مالية تفرض على السائق في حالة أنه هو خالف القانون، وهذه الغرامة من 100 إلى 300 جنيه مصري، والبعض التزم طبعاً وبعض الآخر ما التزم. وهذا الوقت في 2008 كان بعد ماكو انتشار واسع للتطبيقات ومواقع التواصل وغيرها، يعني حاولت السيطرة بفترة معينة، لكن بعد بالتطور وبالسنوات اللي قادمة اللي بدأت يعني تمشي انه نشوف انه لا، بدا الوضع يعني يخرج عن السيطره، فحاولت انه تجدد ايضا بقوانين السير. وب 2019 حدثت هذا الموضوع وايضا رفعت من مبلغ الغرامه، اصبح الغرامه هي من 500 الى 1000 جنيه مصري، وايضا حددت عقوبه السجن لمده تقريبا شهر حسب ما موجود عندهم حتى يقدرون يسيطرون على الوضع اكثر. وفعلا مطبق هذا القانون بصوره كبيره، والبعض يعني حاول انه هو يمتنع عن استخدام الموبايل الا بالحالات الضروريه، والبعض الاخر مثل ما ذكرنا عندما يسجل في حاله معينه يركن سيارته ويصور الحاله او الستوري وغيرها من التفاصيل، وهذا في مصر. اما اذا انتقلنا الى دوله اخرى، ننتقل الى اليابان. اليابان ايضا عملت جاهدة على هذا الموضوع بصورة كبيرة، وايضا حدثت من قوانين السير عندهم، وتحديدا في 2019 ايضا عملت على تحديد غرامة مالية وايضا عقوبة بالسجن، وكانت غرامة مالية ايضا بمبلغ معين، والاكثر اللي سيطرت عليه هو عقوبة السجن. السجن عندهم هناك من تقريبا من شهر الى 6 اشهر، والاكثر هي 6 اشهر، هي عقوبة تعتبر صارمة لدى السائق، وسواء كان تاكسي او غير تاكسي طبعا. وهذا الموضوع ايضا مفعل ومطبق بصورة كبيرة، ونعرف انه اليابان هي ملتزمة بالقوانين، وايضا هناك كاميرات حديثة، كاميرات متطورة ترصد المخالفين بصورة كبيرة
سواء كان هو على طرق خارجية أو على طرق سريعة أو داخل المنطقة نفسها. فحاولت تسيطر على هذا الموضوع بصورة كبيرة، وبعد أكيد تكون هناك بعض الشواذ وبعض المخالفات، لكن الأكثر هو السيطرة على هذا الموضوع. أما بالعراق نشوف أنه هنا ماكو أي سيطرة بخصوص هذا موضوع الهاتف والإنترنت، ويعني أصبح الشخص يعني ما يخرج من البيت إذا ما موجود إنترنت بجهازه ويتنقل بيه بسيارته، وخلاص هاي سيارته كأنما هي بيته الثاني، ويحاول إنه هو يتصفح مثل ما ذكرنا ويتصل ويراسل ويعيش حياته. فهذا الموضوع جدا خطر. إحنا بالعراق نشوف أكو قانون، حسب ما موجود إنه أكو قانون، قانون المرور يحدد إنه أيضا غرامة مالية وعقوبة، وأيضا هناك يعني هذا القانون من 2019 تم تحديثه، لكن هل هو مفعل؟ هل هو موجود؟ ظاهر اللي إحنا نشوفه يعني حسب ما نشوف إنه ماكو شخص ملتزم، كأنما ماكو قانون. يعني من السير أقول لك والله ترى أكو قانون، ترى تتعاقب، ترى أكو غرامة مالية تقريبا 100,000، يقول لك لا ماكو هيك شيء. الأغلب هو متناسي هذا الموضوع، محتاجين إنه إحنا نعيد بهذا الموضوع، محتاجين إنه نفعله بصورة كبيرة، محتاجين إنه نسوي حملات ورقابة مشددة على هذا الجانب، وايضا محتاجين كاميرات ترصد المخالفين حتى نقدر ان احنا نسيطر على الوضع. مثل ما ذكرنا حوادث لا تعد ولا تحصى تتحدث في بغداد وفي جميع محافظات العراق. فالسؤال هنا، هل هناك قانون فعلا؟ يعني البعض يقول لك ماكو قانون. هل هناك قانون يحد من استخدام الموبايل اثناء القياده؟ واذا كان موجود ليش لا ما يطبق بصوره صحيحه؟ ليش لا ما نحاول انه احنا نطبقه وحتى نحد من استخدامه؟ تفاصيل كثيرة أكيد نتعرف عليها من خلال الإجابة التالية. بخصوص سؤالكم في استخدام الموبايل أثناء قيادة السيارة، نعم هناك قانون. طبعاً في البداية خليني أذكر القانون السابق وهو رقم 86 لسنة 2004. بصراحة لم يكن هناك أي مخالفة بهذا الخصوص، ولم يكن هناك مخالفة واضحة حتى في الجداول اللاحقة أو التعديلات اللاحقة، ورد ذكرها بشكل بسيط وطفيف. ولكن في القانون الجديد وهو رقم 8 لسنة 2019، قانون المرور العام، قد جاء بصورة واضحة وصريحة ولم يكتفي بالضمنية، فقد ذكر أن هناك مخالفة قدرها غرامة قدرها 100,000 دينار لمن يستخدم الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة، وقد ذكر ذلك في المادة ثانيا، في الفقرة ثانيا عفوا، من المادة 25، وقد جاءت بصورة واضحة. ولم يكتفي بذلك، فقد خرج هناك تصريح من قبل مسؤول قسم الإعلام للمديرية المرور العامة، وقد ذكر بأن هذه المخالفة هي ليست المخالفة الوحيدة، بل ممكن أن تشدد في حالة أنه ارتكب خطأ، السائق ارتكب خطأ وهو يستخدم الهاتف النقال، بمعنى أنه هذه الغرامة ممكن أن تشدد في حالة قيام السائق بزعزعة سير وسلامة المركبات الأخرى، أو يقوم بحادث دهس، أو يزيد السرعة، أو يشتت انتباهه وانتباه من معه، فبالتالي ممكن أن تشدد الغرامة. أما بخصوص الشق الثاني من سؤالكم، وهل هو مفعل أم لا؟ نعم مفعل، لأنه ذكر في فقرة قانونية صريحة، وقد جاء واقعا حول سبب استخدام الهاتف بكثرة. يعني احنا حاليا يعتبر الهاتف من المقتنيات المهمة جدا، من المقتنيات الشخصية المهمة جدا في حياتنا اليومية، فبالتالي لابد من ان يذكر المشرع هذه الفقرة، ومن ثم تفعل داخل المجتمع، لأن أنت تعلمين أنه شوارع بغداد مكتظة، شوارع العراق بصورة عامة مكتظة، هناك العديد من المركبات، هناك الإقبال واسع على شراء المركبات، فبالتالي لابد أن يضعون معايير لاستخدام المركبة، ومن ضمنها معايير لاستخدام الهاتف النقال. فبخصوص الشق الثاني، فأنا أؤكد لحضرتكم أنه مفعل وبقوة، ومديريات المرور العامة لم تقصر بتفعيل أي فقرة من فقرات قانون
المرور العام رقم 8 لسنة 2019. أحبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز ببعض النقاط المهمة. أولاً يجب نشر الوعي وتوعية المواطنين والشعب بضرورة أنه نمنع استخدام الموبايل بصورة كبيرة، لأن هي تؤدي إلى موت الشخص نفسه أو تؤدي إلى موت أشخاص ما لهم أي ذنب. يعني مجرد أنه هو يسوق السيارة هو يستخدم التليفون، ممكن يدعم له شخص آخر، يعني هو ولا بالسيارة ولا موجود. ثانيا يجب انه نطبق القانون بصوره كبيره، ومعاقبه المخالفين ومعاقبه كل شخص يمسك وهو يستخدم الهاتف اثناء القياده. وثالثا واخيرا يجب انه نضع كميات كبيره من الكاميرات اللي تكون متطوره واكثر دقه لتعمل على رصد المخالفين ومعاقبه المخالفين، وتكون هذه الكاميرات متطوره حتى هي اللي تحدد وترصد المخالف اللي يستخدم الهاتف اثناء القياده. أكيد نقول السلامة للجميع، ويا رب أنه توصل رسالتنا لكل شخص يشاهدنا، ويجب أن نحد من استخدام هذا الهاتف بصورة كبيرة لنا ولعوائلنا وحتى أطفالنا، نعلمهم على هذا الشيء. بالنهاية نشكركم، وأكيد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أترككم الأسبوع المقبل أكيد بحلقة جديدة وموضوع جديد، انتظرونا. إلى اللقاء.